السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. هذا واحد الخبر عاجل عاجل ان شاء الله. يتسالي الفيديو، الله يرحم لكم الوالدين، بارطاجيو هذا الفيديو، بارطاجيو هذا الفيديو الناس اللي مازال ما قدموش الشكايه ديالهم في موقع تضامن. بالنسبه للناس اللي ما استافدوش من الدعم ديال الراميد ولا حتى القطع الغير مهيكل اللي تسجلوا في تضامن وما خدوش الدعم ديالهم، هذا اخر اجل باش تقدموا الشكايه ديالكم، اللي هو 25 ماي 2020 مع 12 الليل، يعني غدا الاثنين مع 12 الليل. كيف ما كتشوفوا الاعلان هو كيدوز هنا، ما غاديش يبان لكم حيت داير مكتوب بالبيض، انا غادي نزومي لكم في المونتاج باش يبان لكم. هو الاعلان كيدوز هنايا كيف ما كتشوفوا، هو كيخرج من هذه البلاصه هذه تيدوز. المهم غادي نزومي لكم باش يبان لكم، باش تاكدوا ان الخبر 100% صحيح. انا عند راسي واش كان يديروا سيمانه كيف ما داروا المره الاولى، ولكن دايرين غير حتى النهار 25، يعني غدا الحد مع 12 الليل غيسالي تسجل وغيبداو يديروا المراجعه على الشكايات. هذا ما كان، بارطاجيو هذا الفيديو، الله يرحم الوالدين، مع الناس، بارطاجيو في الواتساب، فيسبوك، في مكان، صيفطوا للناس اللي محتاجين، اللي مازال ما تسجلوا يقدموا الشكايه ديالهم، باش ان شاء الله الا محتاجين يستافدوا ان شاء الله. هذا ما كان، بارطاجيو الفيديو.